بالنسبة للضيف لا توجد تصريحات جديدة باستثناء ربما سموتريش وزير المالية الإسرائيلي من أقصى اليمين أو اليمين المتطرف، رحب بهذا الموضوع وقال إن استمرار الاغتيالات وقتل عناصر حماس سيقود إلى النصر كما قال سموتريش. لكن فيما يخص الاستعدادات هذا صحيح، هذا الأمر الأهم ربما في إسرائيل في هذه لدى الإسرائيليين، طلب من المصانع إخلاء المواد الخطرة وإغلاق أبواب المصانع التي فيها مواد كيماوية خاصة في منطقة حيفا في خليج حيفا، بالإضافة إلى ذلك إغلاق الإجازات للجنود الإسرائيليين، عدم السماح لهم بالذهاب إلى البيت في هذه الأيام، بالإضافة إلى ذلك إغلاق المجال الجوي، وهذا باعتقادي لافت جدا لأنه يستطيع لمنا ماذا تتوقع إسرائيل؟ إغلاق المجال الجوي من مدينة الخضيرة وحتى حدود مع لبنان، هذا يعني بأن التوقع الإسرائيلي بأن رد حزب الله على الأقل، لا أتحدث الآن عن إيران، سيكون متركزا حتى خط حيفا وليس إلى العمق أكثر، ولهذا أغلقوا المجال الجوي والجي بي إس في تلك المنطقة تحديدا في إطار الاستعدادات الاحترازية. أنت تقول بأن قراءتك للحديث عن المجال الجوي وإغلاقه في هذه المنطقة يشير إلى هذه التوقعات من قبل إسرائيل، هل من قراءات أو تحليلات من الداخل الإسرائيلي ترجح سيناريو أكثر من الآخر حتى من قبل الجانب الإيراني بغض النظر عن الإجراءات المتخذة التي ربما تعتبر رداً مسبقاً على ما قد يقرر أن يضرب حزب الله أو حتى إيران؟ هذا صحيح، هناك سيناريوهات كثيرة. الاعتقاد الإسرائيلي بأن إيران بالفعل قد تختار مرة أخرى أن ترد بنفسها من خلال عدد كبير من وصواريخ الكروز، طبعا الصاروخ الباليستي يأخذه 13 دقيقة من إيران إلى إسرائيل وهو الأخطر بالنسبة للإسرائيليين، المسيرات 6 ساعات، صواريخ الموجهة من نوع كروز، صواريخ الملاحية كما تسمى، يأخذها نحو 2 ساعة، وبالتالي هذا يؤخذ كله في الحسبان. أيضا إطلاق الحوثيين أمرا مشابها بالإضافة إلى حزب الله قد يكون ردا مشتركا، هذا ما تخشى إسرائيل ربما في اليوم أو اليومين القادمين أن يحدث. لكن حاليا وفق ما على الأقل يمكن أن نلتقطه من الإجراءات الإسرائيلية، الاعتقاد الإسرائيلي بأن ربما الأخطر عليها من حيث الرد هو حزب الله بدون منازع، لأن حزب الله ببساطة يبعد دقائق وثوان أحيانا عن الأراضي الإسرائيلية من حيث الاستهداف، الصاروخ يأخذه دقائق عدة ويصل إلى حيفا وليس مثل ما يضرب من اليمن أو من إيران أو من مناطق بعيدة، ولهذا عمليا الإجراء الاحترازي الأساسي هو في مواجهة حزب الله هذه المرة. زياد، نريد أيضا أن نسأل، ربما خفت الحديث عن موضوع التفاوض والمفاوضات وما كان يتم التركيز عليه قبل هذه الضربات وقبل هذا التصعيد، هل من أي أنباء تفيد بما يخص موضوع المفاوضات؟ أيضا التعليق من قبل الجانب الإسرائيلي عن النوايا التي حكي عنها يوم أمس حول خالد مشعل؟ عمليا لا يوجد في إسرائيل الآن حديث جدي عن أي مفاوضات يمكن أن تدار حول صفقة التبادل، رغم أن الشارع الإسرائيلي يضغط بقوة والجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع يريدان تماما التوصل إلى صفقة. الاعتقاد السائد الآن، دعيني أقول في الأوساط العسكرية الأمنية في إسرائيل، بأن الأمور في غزة تشرف على الانتهاء بشكل أو بآخر، ليس لا يعني ذلك انتهاء المواجهة مع حماس، وإنما شكل المواجهة الحالي قد ينتهي قريبا وتضطر إسرائيل إلى إعادة الانتشار في قطاع غزة، وعليه هي يجب أن تتوصل إلى نوع من الصفقة والتهدئة في الجبهة الجنوبية، ولهذا عمليا هناك قلق لدى عائلات الأسرى على الأقل بأن نتنياهو عندما قرر اغتيال هنية في طهران إنما قرر اغتيال المفاوضات. قطر أبلغت الأمريكيين بأنه لا يوجد إمكانية لمفاوضات عندما تغتال المفاوض، على يقصدون هنية، رغم أن طبعا بطبيعة الحال المفاوضات قد تستأنف في مرحلة ما، ومفاتيحها هي في يد السنوار كما تدعي إسرائيل وليس في يد شخص آخر.
طيب موضوع عدم إقرار حماس والنفي مجددا حول قضية الضيف بأنه قتل في هذه الضربة ضربة المواصي، هل بعد هذا الإنكار أو النفي من قبل حماس من الممكن أن نشهد إجراءات للعلن أثبتتها إسرائيل لنفسها قبل أن تبثها إذا ما كان هناك لديها أي دليل حول ربما بعض التحاليل التي تجرى للتأكد من أن هذه الجثة مثلا لمحمد الضيف؟ هل من الممكن أن يظهر هذا النوع من المعلومات من قبل إسرائيل للتأكيد؟ لا، عمليا هذا وارد إذا كان لديها مثل هذا الإثبات، ربما كانت نشرته أيضا في لتثبت الرواية الإسرائيلية. طيب زياد، إذا لم يكن لديها هكذا معلومات، يعني هناك توقيت، يعني الموضوع أعتقد له وقت طويل حتى الساعة، لماذا تعود الآن وتقول إذا لم يكن لديها جديد لتثبت به أنه الضيف قتل، إذا لم يكن لديها نوع من هذا البيانات ربما تدعم به روايتها؟ هذا واضح، هذا طبعا منوط بالإسرائيليين، إذا كان لديهم مثل هذا الإثبات قد يشهرونه للعلن أو لا يفعلون، ولكن بطبيعة الحال التوقيت هو في خضم معركة، الناطق العسكري الإسرائيلي هو إعلام حربي إسرائيلي وبالتالي هو في خضم حرب. التوقيت قد يكون لإعلان الضيف ربما مرتبطا بعدم تبني اغتيال هنية، بمعنى إسرائيل بالنسبة لها القناعة بأنها اغتالت الضيف لم تتولد اليوم، لم يصلوا إلى هذا الاستنتاج اليوم، منذ أسابيع يتحدثون، والمراسلون العسكريون في إسرائيل أكدوا في الأيام الأولى بناء على مصادر عسكرية بأن إسرائيل قتلت الضيف، هكذا كانت الرواية في حينها. إعلان هذا الموضوع تحديدا الآن ربما كي بحسب بعض المراقبين على الأقل كي يقال بأن إسرائيل عندما تغتال شخصية من حماس قيادية تعلن ذلك، خلافا لما فعلته الآن مع قصة اغتيال هنية في طهران. طبعا الكل يعرف بأن إسرائيل قد تكون من وراء ذلك، وعدم الإعلان هو فقط لإعطاء إيران هامش ما لإعادة النظر في الرد، بما أن إسرائيل لم تعلن علنا بأنها هي من نفذت الاغتيال. نعم، شكرا جزيلا لك من القدس، كنت معنا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. شكرا زياد.